الحمد لله التحضيرات كتمر في اجواء جيده عائليه وخويه. الحمد لله اننا كسبنا واحد النقطه ايجابيه في التحضيرات هو ان المنتخب الاريتري صاحب المسابقه وحاول ان سوى الدركريك انه ياخذ الوقت يربح واحد الوقت انه نزيدوا نكسبوا يعني واحد المكسب اللي نشتغلوا عليه اكثر باش نعرفوا الافكار تاع الناخب الوطني واخا حنا كنعرفوها من قبل، لكن هذه بالنسبه لنا البطوله الافريقيه كتلتزم امتيازات اخرى. فالحمد لله التحضيرات كتمر في اجواء اخويه. ومن دفع عليك الفريق الوطني عافاك؟ الحمد لله انا سعيد بالتواجد ديالي رفقة المنتخب الوطني، فشرف لي كأي لاعب مغربي، فانا على اتم استعداد انني في اي وقت وفي اي بغى الناخب الوطني ولا اي واحد من الصطاف ديالو انني نحضر، فانا مستعد على الدفاع القميص.